وسهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام مرة تانية معانا في الحياة في مصر. وزي ما قلت لحضراتكم من حوالي ساعة تقريبا انتهت مباراة منتخبنا المصري مع الشقيق المنتخب السعودي، والمباراة انتهت زي ما كلكم عارفين طبعا 2-1 في آخر نص دقيقة، الدقيقة 94، يعني بعد الدقيقة 94 كمان. البعض قال ان دي نتيجة متوقعة في ظل طبعا الأداء اللي ظهر به منتخبنا خلال مبارياته السابقة مع أورجواي، واللي انتهت بفوز أورجواي 1-0، وبرضو كان في آخر دقيقة في المباراة. وكمان مباراتنا مع روسيا اللي كان عندنا أمل إن احنا نعوض، لكن مع الأسف أيضا كانت الهزيمة ب3-1 للمنتخب الروسي، وكملت النهاردة بالهزيمة أمام المنتخب السعودي في ثالث مباراة لمنتخبنا في المونديال اللي كلنا كنا بنحلم إن احنا نعمل فيه شكل محترم، خاصة إن احنا عندنا يعني لاعبين محترفين بشكل كبير في الدوريات الأوروبية. اسمحوا لي هنتكلم بشكل مفصل عن أداء المنتخب وإيه اللي حصل، إيه اللي جرى، وإيه اللي وصل فريقنا أنه يصل للشكل ده اللي طلع عليه النهاردة وفي المباريات اللي فاتت، من خلال ضيوف الكرام اللي بالتأكيد بيشرفوني في الاستوديو، الكباتن مصر النجم وائل الأباني لاعب الزمالك السابق. يا أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. شرفت بكل تأكيد. وكمان النجم هاني العقبي لاعب النادي الأهلي السابق. يا أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. انتوا احساسكم ايه في الدقيقه 94 النهارده؟ طبعا زي 100 مليون مصري بالتاكيد كابتن هاني. اولا بس بنقدم تعزينا لنادي الزمالك والرياضه كلها في وفاه الكابتن عبد الرحيم محمد اللي توفى في الاستوديو التحليلي وهو في المباراه بيتفرج على المباراه بعد المباراه، وتوقف قلبه، حاولوا كتير ان هم يسعفوه لكن للاسف ما قدروش، ودي خساره كبيره. يمكن دي اكتر يعني زعلي عليها اكتر من الهزيمه. الهزيمه يعني واردة في كرة القدم، لكن فقد شخصية محترمة زي الكابتن عبد الرحيم محمد ده بالنسبة لنا ده بعد المباراة على طول. بعد المباراة كان في الصوت التحليلي لإذاعة الشباب والرياضة ومن فعاله بعد الجون اللي دخل في منتخب مصر في قلبه توقف، حاولوا ان هم يصفوه بشتى الطرق واتنقل المستشفى، لكن للأسف شديد قلبه توقف، ويعني روحه صعدت الى السماء. ربنا يغفر له ويرحمه وان شاء الله يجعل مثواه الجنه يعني. امين يا رب. حبيت بس ويلهم اسرته يعني الصبر والسلوان يا رب. كبير وشخصيه محترمه وراجل صاحب فضل علينا كلنا، وكلنا كنا بنحبه ونقدره ونحترمه.